بين الدراما وشهر رمضان خيط كان يمسك به القسخون في سالف الأيام. كان ذلك القسخون يرتاد المقاهي وبيده كتاب كبير يقرأ منه على السامعين حكاية قديمة، أم عنترة وحمزة العرب والأميرة ذات الهمة. ومع بدء عصر التلفزيون والدراما استبدلت المسلسلات ذلك القسخون، فصرنا نتسمر أمام الشاشة الفضية لمتابعة نجوم عرب وعراقيين يضحكوننا حينا ويبكوننا طورا. السؤال هنا هو التالي: إلى أي حد استطاعت الدراما العراقية ملأ ساعاتنا ومنافسة الدراما المصرية والسورية التي تستحوذ على اهتمام العائلة؟ في الأعوام التي مضت لم تكن انطباعاتنا جيدة عموما، فالأعمال المحلية أقل من القليل وذات مستوى متواضع إن لم نقل إنه متراجع. ويشمل الأمر كل عناصر الدراما من التأليف إلى الإخراج ومن الأداء إلى الأعمال الفنية الأخرى. في رمضان الذي نعيش أيامه اختلف الأمر كثيرا، فالأعمال الدرامية المحلية كثيرة ومتنوعة في طروحاتها وقصصها، ففيها الكوميدي والتراجيدي، فيها ما يتعلق بالمعارك ضد داعش، إلى جانب الأعمال الرومانسية وذات الطابع الانتقادي. وعد هذا يبدو مستوى الأعمال معقولا وإن كنا نطمح للمزيد من الجودة. نعم، قسخوننا المعاصر عاد إذن وملأ فراغا ما شكونا منه طويلا، وإذا عاد فإنه عاد بصوت ما زال مبحوحا، فعسى الكم ينتج نوعا وعسى القادم أفضل. قولوا آمين.